صدقيني صدقيني، واللي أكثر هلأ زيت حبي لفني هو ابتعادي. يعني أنا غبت هون، بتعرف الأشخاص يلي بقيوا حواليك مثل ما بنقول صديق صدوق، بتعرفي بس تغيبي. أنا ما بهمني وقت بكون أنا ناجحة وطايرة وعم بعمل حفلات، أنا بهمني وقت ببعد تعرف الأشخاص يلي كانوا مقربين مني. عن جد سارة بشكر كل شخص بحبني، وخاصة هالفنزات، يعني أنا بوجه لهم تحية يلي كلهم هلأ عم بيسمعوني. يعني عبر الفيسبوك، عبر الواتساب، ومجددا لتويتر. الله يا عيني. عن جد لا، لتويتر أنا ما كتير، يعني أنا شخص ما كتير فايتي بها. لا أنا بقولك والله بقولك شيء، يعني من جد الناس الموجودين بتويتر ناس ذوق، يعني حتى ممكن انهم يساعدوك شوي على اساس انك تعرفي في تويتر. صح، انا لانه امبارح عم فوت لعندك وعم شوفه هيك، كمان بدي اشكر في طلال بن عبد الله، انبسطت كثير انه عم شوفهم على تويتر، لفتوا لي نظري يعني كيف عم يتواصلوا معك وهيك. وبدي اشكر عن جد كثير اشخاص هولي، معلش بتخليني. ايه حبيبي خذي راحتك. قد ما اشكر فيهم عن جد قليل لهم، قد ما بحبوني هل هدول اشخاص، يعني شو بدي خبرك، يعني بيشتغلوا لي من قلبهم. ان كان كينج اسد بالمغرب، احمد السيد بسوريا، محمد من فلسطين كثير عم يشتغل لي، يعني عماد من مصر، شو بدي اقول لك، حسين من العراق، هول اشخاص ما بعرفهم صدقيني ماني قاعده معهم. ما معقول شو هالمحبه، بخلوك بيعطوك باور، بخلوك توقفي على اجريك، يعني ما معقول يعني الواحد عم بيقول لك اتحركي يا كلودا. طب يا كلودا.